شيخي؟ طلعت وشها مكشوف قدام كل الخلق، بصير هيك؟ وشها ولا شعرها؟ وشها شيخي وشها، حرام ولا مو حرام؟ لا يا ابني مو حرام. شلون مو حرام شيخي؟ شلون مو حرام؟ حريمنا كلياتها بتطلع بالملايه، ومن يوم يومنا تعودنا انه الحرمه بتحط ملايه على وشها، بتسترها، شلون مو حرام؟ لا 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 يا ابني لا، النقاب اللي هي الملايه هاي عادي الناس طالعوها ومنصوص عليها بالدين، بعدين لا هي فرض ولا هي مرفوضه. يعني الملايه مو فرض؟ لا يا ابني، الحجاب هو للشعر ولحدود الوجه، والآية الكريمة بتقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعني الوجه والكفات. أيوة. والحمد لله إنه إسلامنا دين يسر وما في شبه بالكلام، وأبوك ما غلط يا ابني. أيوة ماشي شيخي ماشي، ومنكم نستفيد. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.